الجميع حينما نرى بأن هناك تهديد صيني لدولة تايوان، وهناك رد أمريكي على هذا الأمر وتحذيرات للدولة الصينية من أن تتدخل أمريكا عسكريا من أجل أن تدافع عن تايوان. كيف ترى هذا الأمر الخطير؟ أنا أرى أن الآن أمام معسكر بريطانيا واليابان وأمريكا واستراليا ومعسكر الصين وروسيا. أمريكا حريصة كل حرص أن تستنزف روسيا بهذا المستنقع، أنا أسميه المستنقع الأوكراني. المواقف حتى وكالات الأنباء الآن، حتى الحرب الإعلامية، الكل يروج لبضاعته، الكل يروج لقوته، الكل يروج لأخباره. هناك أخبار صحيحة وهناك أخبار مكذوبة. حتى تصريحات بايدن على ما يبدو أن فيها نوع من الارتباك عندما يصرح وهو في اليابان أن هذا التحالف، وبدأت اللعبة الآن تكون على المكشوف من كل الأطراف، اللعبة الآن على المكشوف، تحالفين ويريدون أن يعني يجروا بعد استنزاف روسيا، يريدون أن يجروا الصين ردت بعنف.